الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم أيديهم
ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك
يملك لك من الله من شيء إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. والله قدير. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين مهاجرات فامتحنوهن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا إذا آتيتموهن أجورهن ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا
عن الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين يبايعنك على ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن
دينك ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار